صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفي جدي على النصرانية قريبا، وجدتي تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية من ملابس وغيرها، فهل أقبل منها شيئا من ذلك؟ تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية، هذه مباحات ما فيها بأس، إذا كان فيها نفع فلا بأس بذلك، ولا تهدى، هذه أموال. نعم.